عبد الله الشهري طالب في جامعة الملك عبد العزيز في كلية سياحة وتحديدا في تخصص الفندقة والضيافة، ولكنه بدأ عمله قبل سنوات في مجال المطاعم وفضل اكتساب الخبرة الميدانية حتى تساعده في تحقيق أحلامه في المستقبل. يوميات عبد الله في قلب المطعم راح يكون في هذا الحوار. أهلا وسهلا عبد الله، منورنا. يا أهلا وسهلا بنورك. يعني ما شاء الله تبارك الله، الغالبية يفضل أنه يكمل دراسة بعدين يشتغل. صحيح. أنت اخترت الاثنين، فقل لي إيش اللي جاء في بالك؟ أول شيء بصراحة أنا حصلت يعني على خبرة ودعم من الجامعة نفسها، وحبيت أني كل شيء راح أتعلمه في يومي هذا في الجامعة أني أطبقه على في قلب الحدث في المطعم. أي. طيب كيف يعني ما شاء الله تبارك الله قدرت أنك توفق بين العمل والدراسة في نفس الوقت؟ لا تنسى أن الشغل ساعاته طويلة، 8 ساعات في اليوم، فمتى تلحق تروح الجامعة بعدين الدوام بعدين تراجع؟ والله الأمانة كانت فترات صعبة صراحة، لكن كان يغلبها الشغف والهواية والحب يعني في المجال. هذا كان أكثر شيء يعني هذا اللي ساعدني وعزز أني أكون يعني شخص أوفق بين عمل وجامعة، وأني ما أقصر فيهم الاثنين. الدراسة مهمة والشغل مهم أكيد. بس حلو أنك تشتغل في نفس مجالك، صراحة يعني تدرس نفس تخصصك وتشتغل في مطعم. صحيح. أنا صراحة كنت حاب يعني أنه بما أن أتاحت لي فرص كثيرة في الجامعة وفي المطعم وقدرت أوفق بينهم ولا يصير في تقصير في واحد منهم اثنين على كثر ما هم مهمين بالنسبة لي. صح. كان أكثر شيء يعني لما حصلت الدعم هذا أني أحاول أني أطبقه واكتسب خبرة وأهل نفسي لسوق العمل بشكل صحيح. وكان عندنا يعني ما شاء الله يعني دكاترة وناس يعني عندهم معرفة يعني المجال التخصص جديد علينا، لكن مع الدكاترة والناس اللي يعني في المطعم كان في اكتسبت خبرات كثيرة من هنا. وخصوصا العمل، يعني انت كيف بتكتسب خبرة؟ ما راح تكتسب هذه الخبرة الا اذا اشتغلت. فكلمني عن عملك داخل المطعم، ايش المهام اللي اشتغلت فيها يعني وتعلمت من كل مرحلة فيها؟ صحيح. انا شوفي ممكن لي سنوات تقريبا ما يقارب 3 سنوات الى 4 سنوات الحمد لله داخل المطعم. انا كنت شخص عادي، اول من ساعدني كانت إدارة المطعم اللي كنت بعمل لديها. كل ما كانت البيئة العمل جيدة كل ما كان الشخص راح ينتج وراح يكون له حب ولا للمكان. فرغم أنه ما كانت في البدايات كنت يعني الوظيفة الويتر أو مشرف الصلاة هذه ما هي وظيفة أساسية أساسا، لكن الفكرة منها اكتساب خبرة يعني هذا أكثر شيء يعني كان. بس الإدارة هم أول ناس ساعدوني. وش المناصب اللي أنا بديت مشرف صالة؟ كنت في البداية استقبال. أول شيء حصلت على فرصة وكان انا يعني قرار ان اي فرصه تجيني جيده اني استغلها. هذه كان الفكره اللي بالنسبه لي في البدايه. عرض علي زميل انه اشتغل عند قريب له في مطعم وكانت فرصه جيده والحمد لله. هذه بديت اول ما تعرفت عليهم وتعمقت فيهم وعرفوني اكثر يعني هم حسوا قبل انا ما احس انه انا يعني فيني مميزات وكنت كفؤ وقد الثقه اللي هم منحوني اياها والحمد صحيح. لله يعني هذا اكثر شيء يعني ساعدني والحمد لله. انا يعني هم عرض وقفت فتره ورجعوا عرضوا علي عرض وظيفي ثاني اني انا اكون مدير المطعم. رغم انه كان من استقبال الى مدير مطعم، من ويتر الى مشرف الى استقبال ضيوف الى مدير مطعم. وصراحه يعني هذا اكثر شيء بعمر كمان بسيط، لو نلاحظ انه في خبرات وفي عمالقه في السوق في المجال هذا اكثر مني. صح. لكن التخصص ساعدني، الاداره ساعدتني، بيئه العمل كانت اكثر شيء ساعدني، مريحه. كل ما كان بيئه العمل نتفق عليها انه كانت جيده راح الشاب السعودي كمان لو نركز اكثر انه راح يقدم افضل ما عنده. اكيد طبعا اتفق معك عبد الله، وانت شخص مجتهد الصراحة. الحمد لله هذا اهم شيء. طبعا عملك في احتكاك كبير مع الزباين، فاكيد صارت معك مواقف مع الناس سواء مواقف صعبه او مواقف غريبه او مواقف حلوه في نفس الوقت. والله في مواقف كثيره صراحه يعني من اكثر المواقف، انا في البدايات كنت خايف المجال جديد وكنت خايف انه الناس ما راح تتقبل انه يكون سعودي ويتر يبدا ولا مشرف صاله ولا يدخل عليه اكثر، لكن اكتشفت حتى الدعم من الزباين. يعني حتى ياما مره لما كانت عندي مديره سابقه كان اول من بيجي يمسكني ويساعدني، وصار لي موقف مع زبون هو وزوجته يعني الله يذكرهم بالخير وين ما كانوا. فكانوا داعمين لي، وصراحه هذا موقف يعني حزب خاطري، ومن هنا بديت انا اكون افضل. وللامانه يعني انا صرت المدير بعدها هي، رغم ان هي عندها خبره اشتغلت في اماكن يعني نقدر نقول في جده انها جيده
والحمد لله. يعني أنا اليوم أنا أصبحت مدير للمطعم بعد. لا يمكن زمان لما كنا ندخل مطعم نشوف بنت سعودية أو شاب سعودي في الاستقبال أو ويتر نستغرب، بس اليوم فعليا كل ما أروح مطعم أشوف عند البنت الويتر الاستقبال في المطبخ كلهم بنات وشباب سعوديات، وصراحة هذا شيء نفتخر فيه اليوم وشيء جميل جدا وشيء يشرف ومو غلط ولا عيب أبدا. هذه نقدر نقول أنها مهن المستقبل، فاليوم في فرص كثيرة بتكون للشباب في المطاعم والمقاهي وفي كل المهن، ولكن يمكن الشباب يحتاجوا تشجيع منك عبد الله، دفعة كذا تعطيهم إياها تحمسهم أكثر للدخول في هذا التخصص وأيضا هذه الوظائف، فإيش تقول لهم؟ أنا أول حاجة صراحة بأنصح كل الشباب ودائما زملائي والأشخاص القريبة مني إن هم من يوم هم يبدأ يدرس وعرف التخصص اللي اختار التخصص اللي هو مناسب له يبدأ يعمل في سوق العمل. أنا ممكن اليوم أتخرج بس بكرة بقعد سنتين أكون عشان أكون مؤهل لسوق العمل، ليش؟ مو أنا في بداية دراستي في مجال تخصصي اللي تعلمت الصباح أطبقه في المساء، فهذا يعني بيساعدك كثير، بتكون سلعة نادرة، بتصير أنت عليك طلب بدل ما أنت تبحث عن أحد. اختصرت الوقت واختصرت السنين. اختصرت الوقت والسنين بالضبط. والواحد يعني لحق على الفرص، يعني المجال واعد، هذا أول شيء، والحكومة مو مقصرة والتوجه كله للشباب السعوديين، كل الفرص متاحة، لكن ابحث عن شغفك، هذا أكثر شيء أنا أقدر أقوله بصراحة يعني. طب خلينا نروح شوية لتخصص الجامعة فندقة وضيافة، إيش مجالاتها في سوق العمل؟ طيب هي تقريبا هي 5 تخصصات في كلية السياحة في جامعة الملك عبد العزيز: فندقة وضيافة، إدارة سياحة، إدارة الفعاليات والمؤتمرات، الخدمات الأرضية في المطارات، إدارة الحج والعمرة. يعني أغلب التخصصات هذه كلها موجودة الـ5 في الكلية. ما شاء الله، وعد الوظائف موجودة فيها بصراحة كثير، الوظائف وسوق العمل موجودة. محتاج الشباب. سوق العمل لو نقعد لين 10 سنين، سوق العمل يحتاج ويبحث عن الشخص الصح، خصوصا السعوديين اللي يعني عندهم مجتهدين وعندهم خبرة. يعني كثر ما كنت طموح بتحصل التعب اللي تعبته بتحصله أكثر. الناس بتدور على ناس طموحة شغوفة تتمنى تكون في أماكن قيادية، وللأمانة أنا شفت يعني أنا هذا مو كلام، أنا عاشرت ناس وأصحاب وأصدقاء اليوم ما شاء الله، يعني لو نقدر نقول أول ما تخرجوا حصلوا فرص في الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين، صاروا مدراء مطاعم ومشرفين جودة، يعني حتى كلهم ما لهم 6 شهور سنة يعني. هذه بس البدايات، يعني زي ما قلت لك المجال واعد لكن يحتاج متعطش، يحتاج شباب سعوديين مختصين في التخصصات دقيقة مثل كذا. وانت ما شاء الله تبارك الله عليك عبد الله، يعني واضح جدا حبك وشغفك لهذا المجال، ولكن بعرف وش طموحك، وش اللي حاب انك توصل له؟ والله بصراحة يعني طموحاتي كل يوم تتجدد، وكل يعني كل انا الحين بكبر وبتعلم، فالتوجهات والخطط يعني بتتغير كثير، لكن أتمنى يكون عندي سلسلة مطاعم باسمي. وللمعلومية أنا كمان شيف، وأنا أعمل من عمري 15 أو 16 سنة. أي ما شاء الله بطبخ، وأيام الانستغرام والأشياء هذه. بسألك ذا السؤال، تطوع مطعم تطبخ؟ تعرف تطبخ؟ الشيف عندنا اسمه الشيف بتون حلواني، حتى هي اقترحت علي قالت لو تبغى تدخل المطبخ ادخل، يعني مستعدة أنه حتى يعني في أوقات الفراغ أوقات البريكات أقدر أدخل المطبخ وأطبخ، ويعني الحمد لله. وكان عندي بزنس وشغل، كنت يعني ما اقول ان عندي بزنس يعني انه كنت بسيط طبعا، لا كنت الحمد لله يعني كان في طلب، وكان يعني توفقت كثير صراحه رغم انه صغر السن واشياء كثيره يعني ما شاء الله. فهو العمر من البدايه الحمد لله. اكثر شيء تتقنه في المطبخ؟ والله صراحه هو في حاجه لا مدري احس، شوفي انا عندي فكره انا من اول اقول لو بسوي شيء خاص انا عندي فئتين مستهدفه، حلو، الاطفال والنساء هم اللي راح يشتروا. بالنسبة لي هذا رأيي الشخصي بصراحة. أنا كنت أسوي أول شيء في البداية كنت أطبخ طبخ عادي، لكن تخصصت في ورق العنب، أنا شفت من عمر صغير. الله، هنا نقطة ضعف البنات. أي والله هذا أكثر شيء، والحمد لله الحين ما صرت متفرغ لهذا الشيء رغم أن الوالدة ما كانت هي معايا في البيت، ما تعرف أصلا كيف أسويه. عبد الله أنا ما أعرف ألف ورق عنب، تعرف تلف ورق عنب؟ أعرف ألف ورق عنب، والأمور صارت بسيطة، صار في آلات كمان ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله، والحين الوصفة خلاص حتى كمان الشغل كله تجاري، يعني الوالدة صارت هي اللي ماسكة الشغل الحين. ما شاء الله تبارك الله. طب مين اللي دائما بيدعمك ويشجعك ووجهك للطريق الصحيح؟ والله شوفي أنا في بداياتي يعني كمان خصوصا في الجامعة أكثر شيء أنا اكتشفت نفسي في تخصصي، أنا ما تهت وضربت ضربة كذا قلت خلني أدخل ذا التخصص، لا تخصصت وأنا عارف التخصص هذا.
اكثر شيء يعني شاركت في الفعاليات داخل الجامعه والمؤتمرات، قابلت مسؤولين كبار شخصيات اصحاب سمو، فهذه كسرت حواجز كثيره، ما اقدر اقول حاجز واحد. فانا يعني اكتشفت نفسي اني جيد في التخصص واستحق يعني افضل شيء. انت اللي بتشجع نفسك وانت اللي كان لا للامانه كان في اشخاص معينين في الجامعه دكاتره لي، فكان في احتكاك وتواصل كثير يعني حتى على الجوال واتصالات، يعني هذه التجربه اعتقد كنت محظوظ بتجربه جيده للامانه داخل الجامعه، ويعني كان عندي دكاتره جيدين حتى في دوامي في شغلي. انا لو ما هذه الثقه وانا يعني قدمت لهم الحب والولاء للمكان ما كان حصلت على هذا الشيء. لكن طب على مستوى الاصحاب والاقارب، هل واجهت نقد انك اخترت هذا التخصص او رحت لهذه الوظيفه ولا بالعكس شجعك؟ للامانه في البدايات كانت يعني مع التوجه الرؤيه والاشياء هذه كانت صعبه، وكان لين اليوم في ناس تستحقر هذه الشغل او تشوف انه المجال مو متاح، لكن انا متاكد ان المجال متاح ويقدر يتوظفوا وظائف جيده ويحصل على تعليم جيد كمان في نفس الوقت. صحيح، وانت ذكرت نقطه جدا مهمه، اذا كان الشغف موجود فراح تبدع في هذا المجال، صح، وتوصل لكل احلامك وطموحاتك وفترة بسيطة، خصوصا في المجال هذا السوق محتاج. صحيح، فهذا هو قد ما تكون تقدر تكون سلعه نادره وعندك خبره ومعرفه، فهذا الشيء راح يكون يأهلك اكثر واكثر، والتنوع المعرفي بيخلق شخص متفرد ومتميز. اكيد طبعا. شكرا لك عبد الله، نورتنا وشرفتنا. ما شاء الله تبارك الله، اللي يشوفك قبل اللقاء متوتر ما يشوفك. صح والله، الحمد لله. شكرا لك. مشاهدينا بكذا وصلنا معاكم لختام حلقتنا، اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. لا تنسوا تواصلوا معنا على حساب البرنامج الظاهر على الشاشه، وباذن الله نشوفكم بكره في نفس الموعد، فمان الله.